عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، كي دايرين المتتبعين ديالي؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم الجمعه وجمعه مباركه. بغيت اليوم نهضر لكم على هاد الضجه اللي نايضه دابا على مريم بنت البدويه. ومها البارح خرجت داك اللايف كت مالك اختي، مالك البدويه؟ والبدويه مالكي؟ مالك بنتك اللي مشاو لها الفلوس ومشاو لها المنايا المسكينه، ما خرجتش في داك الفيديو اللي خرجتي به انتي، ما داتش ديك الحاله اللي درتي انتي. مالكي؟ مالك ياك بنتك اللي مشاو لها الفلوس؟ مالك؟ مالك تقي الله في راسك، راكي مريضه، كي مريضه ما تبقايش تخرجي بديك الانفعالات بحال هكداك، راكي غادي تجيبها في راسك، وتجيبيها في راسك. مال الادسنس راه في بلاصتو والفلوس في بلاصتهم، راه الصحه ما كيردوها لا فلوس، ما كيردها حتى شي حاجه. ياك انت عاد مشيتي للطبيب عاد فيك السكر وفيك طانسيو وفيك وما قاداش، وكتاكلي الدواء ديال الراس. ناري ناري ناري، داك اللايف ديال البارح اللي شفت راكي ماشي غيجيك السكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأدسنس في نص عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مالكي؟ مالكي بنتك هتهضر على حقها، ومن حقها تهضر على حقها، ومن حقها تهضر على الفلوس ديالها اللي مشات لها، من حقها، حيت هي عارفة شكون مكلف لها بالقناة، وعارفة. كان ما عارفاش ما تهضرش. هي في الأول ملي دارت داك الفيديو في الأول راه ما جبدت فيه حتى شي، ما جبدتش اللي دالها الفلوس، ما جبداتوش، ما جبدتش، كتهضر كتقول لك هي كتسول على راسها، كتهضر كتقول لكم اودي راه مشاو لي الفلوس، ومن حقها راه انا ونكون حقها بنتك تهضر على راسها، من حقها مشاو لها الفلوس. والكود ما جاهاش الكود، واش عام ما يجيهاش الكود؟ عام راه الناس عندهم القنوات، وراه كاينين القنوات طالعين وكعاف وفاهمين في هاد الشيء مزيان وقارين وعارفين. لا يعقل، ما هاد الشيء راه ما كيدخلش للدماغ كاع، ما تيدخلش. هي قالت لك ما جاهاش الكود، وهذو في الفيديو ديالها الاول راه ما ذكراتش بلا راجل اختها هو اللي دالها، ما ذكراتوش، ما قالتش حقي تقال، هضرت وفسرت لينا شنو كاين. صافي قالت لك هي من 21 يونيو، ما زعما تربط، ما تربطلهاش داكشي بالقناه ديالها. و8 في شهر 11 2021 تربط لها الكود، تربط لها بهذاك اللي كياخذ الفلوس. دابا هذاك اللي كياخذ الفلوس منين جاها الكود؟ هذا الكود، هذا هو الكود، هذا راه ما جاش لمريم، هذا شفتوا هذا ما جاهاش، جا لهذاك اللي كيسرقها، اللي كياخذ الفليسات بارده هو اللي جا هذا الكود. راه باين هذا الشيء بلا ما تضرقوا الشمس بالغربه، باين واضح. دابا ملي كتفعل لك القناه عندك 1000 مشترك و4000 ساعه، 10 دولار اللي كتكمل 10 دولار كيصيفطوا لك واحد الميساج كيقول لك سيري جيبي لينا واحد المبلغ فيه شي 24 ولا 30 ريال ولا 26 ريال، المهم هادشي اللي كان. انا مشيت جدتو وكتصيفطو لهم وكتمليه عليه، كتكتبو لهم كتعاود تصيفطيه لهم، عاد كيربطو لك الكود، كيربطو لك الادسنس بالريم بالبنكه باش يدوزو لك الفلوس. هادشي راه باين، الناس اللي عندهم قناه راه فاهمين هادشي. هي ملي جا هذا، ملي تربط لها داك الشيء، هذاك في الاول راه تربط لها بالقناه ديالها ياك، ولانها منين جا منين داك الميساجات ملي جا راه ما جاوهاش هي، جاوه هو هذاك اللي سرقها، جا هذا الكود، هذا جا هو ياكو، وداك السميه ديال الفلوس والبنكه دارها في سميتو هو، وداك الشيء اللي خدمت كيدوز لها، كيدوز له هو، هذاك اللي سرقها ما عرفناش شكون. الله اعلم، دابا هما كيتهموا هي تهماتو، قالت لكم اودي راه فلان اللي دالي الفلوس، قالت هي راجل اختها اللي دالها، حيت هو اللي مكلف لها بالقناه. حيت ملي قالت لك ملي حبسوا لها الاشهارات، دابا ملي كيحبسوا الاشهارات هادشي كله دايز عليا انا، اللي كنعاود لكم راه عندي فيه تجربه، ماشي زعما كنجيب من راسي ونقول لا،
هذه الاشهارات وقعت لي حتى انا حبسوا لي الاشهارات. وفي التالي ولينا ثاني صيفطنا شي معلومات صيفطتهم اختي هي شفنا واحد السيد اللي قاري وفاهم في هذا الشيء ماشي اختي. اختي ما فاهمش في اليوتيوب راه ما فاهمش ولا انا ولا حتى ولدها ما فاهمش ولدها حتى هو قاري وما فاهمش. صيفط شفنا واحد السيد وخلصناه راه ولا كان كيتفرج فيها يسمعني وخلصناه وربط لينا الادسنس هذيك المعلومه بالكود بالريب البنكة ديالي وربط لي كل شيء قد لي المسائل في سميتي. دابا الا كانت شي بركه د الفلوس كدوز لي في سميتي البنكة ديالي راه ما يمكنش الناس غيدخلوا ويسرقوا من المهدي لا يعقل. هذه راه جبتيو لنا فيها الشك والوسواس دخلنا والله ديال هاد الفلوس اللي مشات. دابا هذيك ملي مشى لهم الاشهار عقلت انا على مريم قالت لك مشى لها الاشهار وعلى رقيه الدرويشه حتى هي مشى لها الاشهار. جا هو ملي طلق الاشهار طلقوا لمريم ولاني هذاك الكود هذاك الشيء رجعوا في سميتو داك الكود جا هو ورجع كل شيء في سميتو والفلوس كيدوزوا له هو كل شهر كدوز له الفلوس واخا دوز شحال ما داز المهم داك الشيء اللي خدمت هي كيدوز دوز المليون 3 المليون اللي وصل لها هي وما وصلت لها القناه ديالها على حسب الارباح اللي ربحات حسب الارباح اللي كتدخل في الشهر. المهم اللي كتدخل كيدوز له هذاك السيد اللي صوب لها واللي مكلف واللي مقابل لها. مهم داك الشيء اللي هو اللي منه لا فوت لان ولا يعقل هذه عام ما جاهاش الكود عام ومني مشى لها الاشهار هي مريم ملي مشى لك مريم الاشهار كان عليك تقلبي على راسك تعرفي شنو كاين تبحتي وما هو ما طلب لك ديري كونت في البنكه ما طلب لك تحلي البنكه باش يدوزوا لك الفلوس حتى حاجه هادشي كله انت ما سولتي فيه هو نديرو هو مقابل لك القناه ياكي ولكن انتي خمي بلا دوك الفلوس اللي غادي يدوزو راه غيدوزو لك انتي. قولي له غنفتح البنكه هذاك الشيء خصني لاكارت فوتوكوبي ديال لاكارت ديالي لاكارت باش يعمر لك هادشي كله انتي ما درتيش. ما فهمتش انا ما فهمت والو في هاد القصه والله ما فهمت شي حاجه. واش عام وانتي ما فهمت لو كتخدم الفيديوهات ديالها طالعين مريم مريم راه نقولوا الحق ما نكذبوش الفيديوهات ديالها طالعين على ديال امها حيت هي راه كتخدم وكتعطي محتوى زوين وكتخدم في الباديه كتشارك معاهم داكشي ديال العروبيه طيب الخبز صوب مهم التصبين كلشي كتشاركوا معاهم انا كنشوف نتفرج فيها كلشي كتتابع تشاركوا معاهم والفيديوهات ديالها عفويين وزوينين ونقيين ما كديرش شي حاجه والو خايبه. مريم الفيديو ديالها زوينين المحتوى ديالها زوين احسن من ديال امها مها فرقت وقعدت وجلست واش وانت هي دابا حنا واش دابا نتوما واش في الادسنس ديال بنتك فلوسها اللي مشاو لها ولا في مولات الماسك. قالت مولات الماسك فعل هذاك فيديو اخر مولات الماسك بلا ما نهضر عليها دابا حيت سمعت داك الفيديو اللي قالت عليه اللي هضرت عليه مولات الماسك راه سمعته. مولات الماسك ما قالت حتى شي عيب قالت لك هي كتجيب العيالات كيخدموا لها ويطلبوا زهرهم الا طلعت لهم القناه ما قالت حتى عيب قالت لك كتجيبي العيالات كيخدموا لك وانت زعما كدعميهم ما قالت حتى شي عيب مولات الماسك. وبنتك دابا في الفيديو الثاني اللي حطت البارح هو اللي قالت اللي كتهم فيه راجل اختها كتهمه وقال لك المتهم بارئ حتى تبان اتهامه او براءته هادشي اللي كاين. المهم هو دابا راه بارئ راه ما ساهمش هي راه كتقول هو ولكن هي راه ما الله اعلم شكون اللي دا ديك الفلوس وشكون اللي رداك الكود في سميتها. دابا هذاك 6 شهور هادي باش قطعوا خدمه 6 شهور وقطعوا الاشهارات و 6 شهور هادي باش رجعوا الاشهارات هذوك الاشهارات اللي رجعوا شكون اللي رجعهم هو اللي رجعهم هو داير كلشي في سميتو. دونك راه ملي رجع الاشهارات راه ربط الادسنس الكود الادسنس ديالو ديالها هي حيدوا لها ورجعوا في ديالو هو في سميتو هو وهذا الشيء راه باين بلا ما تضربوا الشمس بالغربال صافي هذا الشيء باين. لما تبقاي انت تخرجي بفيديو وبنتك تخرج فيديو حطوا داك الشيء فوق الطبله انت وبناتك ونسيبك وحطوا النقط على الحروف وجمعوا علينا هذا الشيء ما تبقاوش انت تخرجي فيديو يا فيديو هذا الشيء راه باين شي اليوتيوب راه حنا فيه وعارفينه باين صافي. راجل بنتك عارف داكشي حل يجيب شي واحد اللي فاهم احسن منه هو واخا ما غيكون حتى شي واحد فاهم خير منه هو راه فاهم كلشي ما
لا ما تبقاو تستحمروا بنادم وتستحمروا متتبعين مساكن حالين فيكم فامهم باش تطلعوا المشاهده. انت البدويه راكي درتي داك اللايف باش تطلعي المشاهده، لانك تقولي لها غدا ردي عليا ردي عليا باش ندخل عندك بالقناه الكبيره باش عاد تطلعي فيها المشاهده. جمعوا علينا هذا الشيء، جمعوا هذا الشيء بركه ومنشوها، غير منشوها ديال القناه ديال اسره مشوهه اللي كنتي. جمعي علينا البدويه هذا الشيء ديالك صافي، سطوي علينا هذه الصفحه، بقاو ديروا لنا الشهرة، حنا تشوهنا في العالم، في العالم تشوهنا. يلا بسلامة عليكم المتتبعين ديالي. بالله مريم هذا الكود ما جاهش، هذا كود ادسنس ما جاهش.